شكرا مع الاخ الرئيس، ونؤكد للاخ النائب الفاضل سعود بوصليب بان اشاركك موضوع التوظيف، واكد لك بان هذا من الاولويات اللي عندنا، وما نقل لك عن الرقم ما هو دقيق، انا من موقع المسؤوليه اقول لك كم الرقم المسجل في ديوان الخدمه الى اليوم، لان مفتوح التسجيل الى يوم 31/3، باقي يومين. المسجل حتى هذه اللحظه 3000 حتى هذه اللحظه، ومن يقول لك غير ذلك خلي يراجع حساباته. انا ما ودي كان الاخ الدكتور حسن جوهر يختم مرافعته الثانيه بوضع صوره لعملات عملة دولة أطفال يلعبون فيها، وهو في دولة تمثل أقوى عملة بالعالم، أقوى عملة بالعالم، وهو قاعد يتكلم ودينارة أقوى عملة بالعالم، وقاعد يحط لنا صورة. الله لا ما نقول إذا إحنا ما حافظنا على هالخير اللي بنوه لنا من سبقنا وعدلنا في الخلل اللي احنا فيه وسكرنا منابع الفساد وتعاوننا، شلون نبي نوصل لاجيالنا القادمه استمراريه الرفاه؟ مثل ما قال الدكتور عبيد وهو صحيح، احنا عندنا نسبه عاليه، والرقم اللي حطيته لكم مساء ترى نسبه الكويتيين الولاده نسبه عاليه اللي عدلت النتيجه وصلتها الى 37 تقريبا ونص. فلازم نعمل حساب للمستقبل، لازم نعمل سويا. انا ما اتكلم عن شخصي، لكن الحكومه والمجلس لازم يتم النظر في تحديات المستقبل. يا جماعه التحديات ما هي هينه، ولا نفكر بان احنا في جزيره نائيه بمعزل عما يحصل. للأسف البعض لديه هذا الشعور، وهذا مؤسف. إن نتابع كل الأمور وبدقة ونشوف مخاطرها ونشوف مؤشراتها ونشوف اتجاهاتها، ولكن ما نتعظ. البعض أنا أقول إن احنا في موقع المسؤولية، حكومة ومجلس، وأمامنا تحديات وأمامنا مسؤوليات، أما إن نجابل هذه المسؤوليات وهذه التحديات، أو لا نلوم من بلومنا باكر، لأن معاه حق، كنا في موقع المسؤولية وما سوينا شيء. أيضا ودي أؤكد لأخوي دكتور حسن جوهر على موضوع الفساد. أنا بقول له خلال هالسنتين وثلاث شهور اللي أنا توليت فيها رئيس مجلس الوزراء، قارنها بأي سنوات بالكويت مرت في قضايا الفساد ومتابعتها، مع أن في جائحة كورونا في تحديات بقاء ومصير، لكن شوفوا الأرقام شو تتكلم عنها. سألوا الفتوى والتشريع، سألوا نزاهة، سألوا النيابة العامة، وشوفوا الأرقام. لكن هل هذا يكفي أن نقول والله إحنا اكتشفنا كذا قضية فساد ونعيش نشوة هذا الأمر؟ لا، قدامنا طريق طويل طويل طويل، والفاسدين موجودين ولهم بؤرهم ولهم طرقهم ولهم أمورهم، لكن هذه دولة، هذه دولة تنظف نفسها وتستقيم. أنا أخوي نائب مهند الساير وايد كنت قاعد في مكاني وانت تحدثت في استجواب الاخ وزير الاشغال علي الموسى، ووقفت هني وطالعني عين بعين تقول لي موجوده تقسم، تقول والله العظيم لو احنا في بلد محترم لما صعد الوزير، والله العظيم تحلف ان لو احنا في بلد محترم. شوف انا قلتها واقولها، عندك على رئيس الوزراء على الحكومه راي، نقد، لوم، تجريح من حقك، لكن البلد مانيها
أنا وياك وكلنا وقفنا قلنا هني أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن. هذا اللي إحنا لازم نكون ملتزمين فيه، مخلصا للوطن وللأمير. والله ذاك اليوم خنقتني العبرة إن أسمعها من نائب قانوني يقول والله لو احنا في بلد محترم، لا احنا في بلد محترم، لكن اجهزتها، حكومتها، مؤسساتها، برلمانها، قول ما شئت، لكن لاني الكويت ضرا بقسمك وقسمي. فيا اخوان اذا بندخل بهذه المواضيع ما نكون انجزنا شيء لاولادنا واحفادنا. احنا الحين بنعمه وخير، لكن هل يستمر هذه النعمه والخير للسنوات القادمة إذا ما عملنا وإذا ما جهزنا وإذا ما حضرنا وإذا ما شرعنا في لمواجهة هذه التحديات؟ على العموم إحنا قطعنا شوط في الحوار الوطني اللي صار، والحمد لله يعني شفنا ثماره، فرحت الناس بتفضل صاحب السمو بتفعيل دوره بالمادة 75، إن شاء الله تستكمل هالأمور في اجتماعات اللجنة القادمة، ويفرح إن شاء الله كل أهل الكويت بوجود أقاربهم معاهم. فخلونا متفائلين، خلونا إيجابيين، المخاطر موجودة لكن إحنا لها، إحنا في موقع المسؤولية نجابلها ونواجهها، لكن شنو نواجهها فيه؟ بتفاهم وتعاون وإنجاز وتشريعات. أما أني أنا بقعد بهذه الطريقة يعني شلون بنبرر باكر لأولادنا وأحفادنا؟ هذه المسؤولية يا أخوان اللي حثنا عليها سيدي صاحب السمو في رسالته الأخيرة، وكانت واضحة وقريتها في بداية، يناشد أبنائه ويطلب من أبنائه أنهم ينتبهون للوضع، يوخرون عن الأمور الآن الشخصانية، خلافات، يركزون على ما يحيط فينا. هذا التحدي الكبير وهذه المسؤولية الكبيرة، وهذه اللي الناس انتخبوكم والأمير الله يطول عمره عيني في هذا المكان. فكل الشكر والتقدير مع الأخ الرئيس على حسن الإدارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.